يعني الآن الشيخ في أفريقيا عندنا والله أعلم هدفين، هدف الدعاة وهدف الدعوة، صحيح شيخ؟ يعني الذي يرغب الذهاب إلى هذه البلاد لابد يعني يجعل من وقته نصيبا للدعاة، تأهيل الدعاة على التعليم على كذا، كفالة الدعاة الدباب كذا، وجزء الثاني للدعوة، والله سبحانه وتعالى يبارك في الأوقات. صحيح. يعني ما يهتم بجانب وتماثل آخر. صحيح. صحيح؟ صحيح. طيب شيخ تركب أنت الدباب ولا؟ نعم كيف كبيرة، لأن في بعض المناطق الشيخ يعني بعض الدعاة عندنا تقول له والله يعني أركب دبابة، يقول له ما أركب بس ما سوق أنا ما هو مشكلة أنا أسوق عادي، بس أنا عادي ما يعني من زمان كنت الدبابة هذه يسموها هي الركشة الركشة أيوة. لا في عندهم دراجة أبو ثلاث كفرات هذه يقولوا لها بصبص هم التوك توك لا التوك توك اللي هو الدباب أيوة. هذا زي التاكسي أيوة. لا في دراجة هوائية يعني بالرجل أيوة هذه أسهل لو ركبت الدباب تركب هذه أنا أعرف يعني هذه وسائل المواصلات أيوة. عندهم لا المشكلة ما هو قضية الطرق يعني أحيانا يكون طريق السيارة موجود لكن مع الأمطار تغلق تغلق ما أنا كان عندي سفر رحلة نعم وقالوا في قرية نبغى نروح لها بس ما نقدر نروح إلا بدباب ونرجع المدينة بالسيارة يعني نصل المنطقة تمام طيب والله يوم وصلنا هذا ورحنا بالدباب يوم إحنا قاعدين في القرية هذه نتكلم إلا يقول الإخوان ترى عجل المطر جاي المطر جاي أيوة والله ما خلصنا شوي يعني كمان عجلنا من الكلام اللي وجينا مطر خلاص أيوة ما في سيارة ما في سيارة أصلا هي الأول إحنا جايين بدباب لكن كان مشكلة معي جوازي وأغراضي حطيتها كلها في كيس ولا بسم الله بسم الله ورحنا بالدباب ويوم جينا الاخوان واحنا متروشين وحالتنا حاله بس السياره ما تتحرك الحمد لله ايوه والمشكله عندي رحله يعني لا بد امشي لا بد اروح ارجع دباب قلت يلا كملوا بالدباب الحمد لله فلا بد منها صحيح